بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسيم، مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتربية الحسون. أتمنى أن تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، بالتوفيق للجميع وموسم خير إن شاء الله. أما بعد، أصدقائي الكرام، في هذا الفيديو سنجيب على بعض الأسئلة تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة في قسم التعليقات، وهكذا ستعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. السؤال الأول يقول: عندي ذكر جاهز ويهيج على الأنثى لكن فقد ريش جناحه كاملا، هل أدخله عليها أم أصبر عليه؟ أصدقائي الكرام، بطبيعة الحال من الأحسن ومن الجيد أن يكون الذكر بكامل ريشه لنجاح الخصوبة، سواء ريش الأجنحة سواء ريش الذيل، فكلاهما لديهم دور كبير جدا لنجاح عملية التلقيح. فكلما كانت عملية التلقيح صحيحة كان البيض مخصب، وكلما كانت عملية التلقيح فاشلة كان البيض غير مخصب. وللاستفادة أكثر سأشرح أكثر، وابقوا معي فقط حتى لو لم تكن عندك هذه المشكلة للإحتياط، والإحتياط واجب على كل مربي. متفهمين؟ إذن أصدقائي، ريش الذكر هو الذي يساعده للاتخاذ الوضعية الصحيحة، وهو الذي يمنح الذكر التوازن ليركب فوق الأنثى، وريش الذيل هو الذي يساعد الذكر في التلقيح. ولتفهم أكثر سأشرح أكثر، تمام؟ إذا لاحظتم أصدقائي الكرام ومتابعينا الأوفياء، قبل أن يضع الذكر رجليه فوق الأنثى نلاحظه يستخدم أجنحته كثيرا حتى يقف فوق الأنثى بكل هدوء، وبعدها يلقحها بمساعدة ريش الذيل. فإذا لاحظتم أثناء عملية التزاوج، الذيل ينحني على شكل قوس إلى الأسفل ويتم التلقيح، أليس كذلك؟ إذن ريش الذكر ضروري لنجاح الخصوبة. علينا أن نفكر نحن المربيين جيدا لتفادي البيض الغير مخصب. فنجاح الخصوبة ليس فقط ملاحظة الذكر فوق الأنثى، وإنما الإشكال هل لقحها بشكل صحيح أم لا. مفهوم؟ السؤال الثاني: ما هو الحل للأنثى التي تضع البيض في أرضية القفص، وكيف نتفادى انكساره، وكيف أجعل الأنثى تضع البيض داخل العش؟ هذا السؤال يحتوي على ثلاثة أسئلة. أولا: ما الحل للأنثى التي تضع البيض خارج العش؟ هنا من المفروض أن نقول لماذا، وبعدها سنتحدث عن الحل إن شاء الله. أصدقائي الكرام، عادة نحن المربيين تصادفنا هذه المشاكل، ونجد بيضة أو اثنتين في أرضية القفص والباقي في العش عادي جدا. لماذا؟ فالأنثى التي تنام أثناء فترة وضع البيض في العش حتما ستضع البيض في العش، والأنثى التي تنام خارج العش أثناء فترة وضع البيض حتما ستضعه خارج العش، خاصة لما يكون معها ذكر يتمرد عليها ويسيطر على العش. هنا الأنثى تكون مجبرة على وضعه في الأرض، يعني حتى لو كانت فوق المجثم الذي تنام فيه تضعه مباشرة، لأن الذكر أزعجها ولا يمكن للأنثى أن تضع البيض في العش في هذه الحالة. كثرة الإزعاج من قبل المربي، وخاصة في فترة المساء قبل النوم، الطيور في هذا الوقت ممنوع إزعاج الأنثى في فترة وضع البيض، يعني نعطي لها الحرية المطلقة لتنام في عشها وليس في المجثم، تمام؟ يعني لما تكون البيضة جاهزة للوضع والأنثى فوق المجثم تضعه فوق المجثم، خاصة في الصباح الباكر. ثالثا: إذا كان العش فيه قمل بكثرة، هنا الأنثى تهجر العش نهائيا بسبب الفاش المزعج، وأنت تتساءل مع نفسك ما هذا. فهناك بعض المربيين يضع العش في شهر 12 والأنثى تلد فيه في شهر 3، وفي هذه المدة
مدة يعني 3 أشهر أو 4 أشهر، قد اتخذ القمل العش مسكنا مريحا له. ودائما أنصحكم العش نضعه لما ندخل الذكر الجاهز على الأنثى الجاهزة فقط. رابعا الإزعاج من قبل المربي والفضول الزائد، هنا الأنثى حساسة جدا لأنك لم تعطي لها أهمية الأمان. وفي هذه الحالة يمكن أيضا أن تلاحظ الذكر لقح الأنثى والأنثى قامت ببناء العش، في النهاية لن تضع لك البيض، طبعا هذه حالة استثنائية فقط. أما بالنسبة لتفادي انكساره، أولا عدم الثقة من الذكر ونفصله عن الأنثى إلا في حالة كان لديك ذكر مجرب ولا تحتاجه مع أنثى أخرى إذا كان لديك زوج واحد. ثانيا وضع الرمل في قاع القفص، وإذا كان قفص التزاوج صنع محلي لا يمكن نزع الأسلاك يعني الموجودة أسفل القفص، يمكنك أن تستخدم منشفة أو قطعة قماش للاحتياط من انكسار البيض. أما بالنسبة للسؤال الثالث، كيف نجعل الأنثى تحضن البيض؟ فليست هنالك أي طريقة مقنعة للأسف، وكي لا تخسر البيض عليك بوضع البيض تحت أنثى كناري لتحضنه وتعتني بالفراخ إن شاء الله. وبالنسبة لجعل الأنثى تضع البيض داخل العش، يمكنك استنتاج الجواب من الأجوبة الخاصة بالسؤال الثاني. يعني لم أكن أتوقع أن الفيديو سيكون طويل، لكن أتمنى أني أفدتكم واستفدتم، وسنشرح المزيد والمفيد في الفيديوهات القادمة. كونوا في الموعد، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي.